رمزي مدير المهرجان كان تحكي لنا على المهرجان هذايا وتحكي لنا على الدورة الخامسة متاع المهرجان باش تتميز به المهرجان الخامسة على اللي قبلها. تحية ليك خويا لطفي وتحية قناة التاسعة على الاستضافة. نشكر الجمهور، تحية الجمهور ولجماعة التقنيين. سيكا جاز في دورته الخامسة السنة من 19 ل 23 مارس بفضاء القصبة كالعادة. كل ليلة العروض تبدأ 7 متاع العشية، فما كل الجمهور باش يكون على موعد مع دو سبيكتاكل بار سواري. دونك توتال في الجملة عندنا 10 فما 10 فرق موسيقية من تونس ومن الخارج باش تأمن الدورة هذه. والجديد السنة انه هو تواصل للعمناول، هو انه زاد المعتمديات اللي تابعوا ولاية الكاف خرجتوا شوية زاد من الكاف مش كان في العمناول بالضبط. دونك سي لا كارافان باي بيات اك دو اللي هي باش تكون السنة في الجريسة وتجروين كالعادة والقلعة الخصبة والكسور ودشرة نبر والكيف المدينة اللي هي فيها زاد دو كونسير. معناها جو كبير ياسر باش تعيشوا المنطقة ذيك والجهة ذيك. وننصح الناس كل يمشي يتفرجوا لأنه فما فنانين دو تري تري جران كاليبر. الناس غادي في الكيف وفي المنطقة ذيك بيعرفوا يستضيفوا العبلاد والبلاصة مزيانة وعندها تاريخ قوي. أنا بكي نمشي للكيف معناها بالجمهور ونشيخ نحس روحي كل ما تمشي لها تعاود تكتشفها الكيف وتكتشف عبادها الناس مذيافين.